السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة هاني أم يحيى. اليوم غادي نتكلم معكم على الإعلامي المتميز رشيد العلالي، غادي نعطيكم جميع المعلومات اللي تقدر تكونوا ما عارفينهاش. كملوا معايا لفيديو حتى النهاية. ولد الإعلامي رشيد العلالي في أكتوبر عام 1982 في جمهورية المغرب، كما أنه ينحدر من عائلة تعود أصولها إلى الدار البيضاء في المغرب، حيث يعتنق الديانة الإسلامية، كما درس البكالوريوس في تخصص الإعلام في المغرب، بالإضافة إلى أنه متزوج بالسيدة حياة وهما مرتبطان قرابة 11 سنة حفظهم الله، وهي سيدة معروفة بأناقتها وإطلالاتها المتميزة، دائما تطل في أغلب صورها بدون مساحيق التجميل وبصور طبيعية جدا. وزواجهما تكلل بطفلين هما آية وآدم. بدأ الإعلامي رشيد العلالي مشواره الإعلامي في عام 2004، حيث عمل في البداية في مجال تقديم تلفزيوني، وعمل في قناة دوزيم، حيث قدم برنامج بعنوان عالم فريد، وذلك في عام 2004. ومن ثم انتقل للعمل في قناة دوزيم القناة الثانية، حيث قدم برنامج الكاميرا الخفية، بالإضافة إلى برنامج ألو علي، حيث تم عرضه في عام 2006. أما فيما بعد فلقد حصل على جائزة مقدمة من قناة دوزيم، برنامج أجيال، برنامج كاميرا النجوم. كما قام بكتابة السيناريو الخاص بالبرنامج، برنامج رشيد شو، فهو عبارة عن برنامج فني يقوم باستضافة العديد من المشاهير البارزة في جمهورية المغرب، برنامج بعنوان جزيرة الكنز، فهو عبارة أيضا عن برنامج متخصص في الألعاب، حيث تم عرضه في عام 2015، وكما نعلم كان بالتعاون والمشاركة مع الإعلامي هشام مسرار، حيث لاقى هذا البرنامج قاعدة جماهيرية كبيرة، حصل على نسبة مشاهدة عالية حيث بلغت 8 مليون مشاهدة. ساهم الإعلامي رشيد العلالي في العمل في مجال كتابة سيناريو، حيث قام بكتابة سيناريو برنامج كاميرا النجوم في موسمه الثاني، برنامج بلا مأوى، فهو عبارة عن برنامج متخصص بفئة الأطفال، برنامج ستار أكاذيبي، حيث كان بالتعاون والمشاركة مع هشام مسرار، وذلك في عام 2009. أيضا برنامج حلقات جولة، حيث تم عرضه على قناة دوزيم عام 2011. أيضا برنامج تكبر وتنسى، كما قدم برنامج نهار مع ستار، وذلك في عام 2012. برنامج بيه فيه، أيضا برنامج الكاميرا الخفية شو، وذلك في عام 2018. أيضا برنامج تاكسي 36، فهو عبارة عن برنامج معني بالقضايا المجتمعية في المغرب، عرض في عام 2010. من ثم انتقل الإعلامي للعمل في مجال المسرح، حيث عمل في المسرح المغربي، حيث قام بتقديم العديد من المسرحيات، كما قام بالإشراف عليها، منها مسرحية حب الشباب، حيث تم إصدارها في عام 2000، ومن ثم قدم مسرحية شداية في نفس العام، ثم مسرحية بوكتف، حيث تم إصدارها في عام 2002. وأخيرا رشيد شو يحصل على جائزة الكويت للإبداع، ورشيد العلالي يهديها لروح
الراحل صلاح الدين الغماري أسكنه الله فسيح جناته. توج برنامج الإعلامي رشيد العلالي صاحب برنامج رشيد شو بجائزة الكويت للإبداع في دورتها الثامنة يوم الجمعة الماضي في تظاهرة كبيرة تحت رعاية معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية. وعبر الإعلامي المتميز رشيد العلالي عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة من خلال تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: لي عظيم الشرف أن أحظى بهذا التكريم في تظاهرة جائزة الكويت للإبداع، وأهدى رشيد العلالي هذا التكريم لروح الراحل صلاح الدين الغماري مضيفاً: أريد أن أهدي هذا التكريم لروح الصديق الراحل صلاح الدين الغماري. ويذكر أن رشيد العلالي توج قبل أشهر كأفضل إعلامي في المغرب العربي خلال فعاليات مهرجان كازا آرت بحضور أبرز الوجوه الفنية في العالم العربي. رشيد العلالي منشط تلفزي ولما لا نقول إعلامي متميز يرجى منه المزيد، سيحصل بإذن الله. فبالإضافة إلى روحه المرحة وحسه الفكاهي الجميل فهو حاضر البديهة وذو ذوق رفيع فيما يطرحه، يستحق كل التشجيع ومزيدا من التألق، وبالتوفيق بحول الله. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم كالعادة، وأنتظر تعليقاتكم المحفزة لي. إلى اللقاء، إلى فيديو آخر إن شاء الله.